السلام عليكم خوتي، كما كيشوف الجميع انا بديت دخلت قندهار، المهم كتدخل من هنايا ملي كتدخل من حدود المغرب كتكون بلاك بحال هكا. قلت لك كاملة محفرة وكاملة صخر، ميمكن حتى شي واحد فيهم يصاوب لا من الدولة تاعنا الموريطانية ولا من المغرب. المهم هاد الجبل اللي كيبان لينا قدامنا راه هو مكشوف فيها واحد العالم ديال الأمم المتحدة، أن هاد البلاصة هادي محسوبة لا على الدولة على المغرب لا على موريطانيا، بحالا نقدرو نقولو هادا لا صدام جيتهم بجوج. ولكن ما كتشوفو كتبقى غادي في الطريق بحال هكا، تقطع الطوموبيل بالموك اللي على الرجل اللي قليلة، من غير اللي كيدخل تما كيوقع عليه شي عطب الطوموبيل ولا بالموك كيبكي ولا متضر يهبط يصاوب داك الشي ويكمل الناس ما كيخلوه حتى نقطع على رجله حيت ما كيخافو صافي. هذا ما كان كتبقى غادي بحال هكا، راك شتي ما فيهاش طريق وحده، كل واحد منهم كيدوز الطريق اللي كتسلكو كيديرها، ما كاينش طريق وحده اللي كيدوز منها بنادم، كل واحد كيختار اللي بغا يدوز منها وصافي. وهي فيها تقريبا شي واحد شي 1000 متر ولا 1500، ولكن كتولي طويله حيت ما كاينش طريق وحده، كتبقى غادي بحال هكا الدور بحال شكل اللي فعاك، تبقى شي جهه الجنب وتوقع وترجع هكا عاوتاني تكمل. المهم دابا البلاصه اللي كتبان لنا فيها الدنيا قدامنا هي الحدود ديال موريطانيا، ملي كتسلك تما كتلقى البوليس واقفين كياخد عندك الباسبور منين هكا كيشوفك واش من دوك الناس اللي ضروري خصك ديرو فيزا ولا غير كطبع وتدخل. ولا كتشي من الناس ديال الفيزا كدوز للبيرو على لازم، راه مكتوبة تما كاينة بلاكا فيها مركز التفتيش، داك مركز التفتيش فين ديرو الأول كتكون كيقيدك في واحد الدفتر، ملي كدير حداه كتلقى بيرو آخر تما فين كدير الفيزا بالنسبة للناس ديال بالنسبة للدراري ديال المغرب ولا بالنسبة للمغاربة، كتعطيه الباسبور كتبقى تسنى برا حتى كيجيك عيطلك كتدخل كتصور عنده، كتعطيه 480 درهم أولا 40 أورو بحال بحال. المهم ملي كتزيد كتلقى دابا هاد الأفارقة هادو نهار كيصرفو الفلوس، كيصرفو من الأورو الفرنسي ولا من الأورو اللوكية، المهم على حساب بلا ما غادي يقدر يصرف حتى الدرهم كيصرفوه، ومن الأحسن بلا ما يدي معاه الأورو حيت الأورو كيصرف أي بلاصة الدرهم وتولي عارف شو بلاصة متلقاش فين تصرف. كتلقى عشان دابا الدخلة التانية، الدخلة التانية ديالهاش كتكون هي ديال الديوان كيما كتشوف الرايا يعني على اليمن، راه هذيك هي الديوان ديالها، كتلقى بيرو تما بحال الناس ديال الطوموبيل وهكا، والطوموبيلات اللي هنا راه كتلقاهم مثلا خاصهم شي ورقة ولا شي حاجة يمكن تشري هاد البوليس كيفيغيفي معاك وصافي، مكدوش يفيغيفي معاك. المهم شي هادو هادو هما البوليس اللي كيطلبو فيهم الرشوة، هما دابا البراش كتطلب منهم الرشوة انت وزعرك صافي. ملي كتخرج كتزيد كتلقى البراج الاخر هو الثالث، تما تقلبو في الوراق ديالك باسبور كيعطيها ليك شوف كده عندك الفيزا صافي، ملي كيعاود يدوي معاك يخليك دوز عادي صافي، تما عنده ما يقول لك. كتلقى من هنا البيلو على اليسر، على بالك واحد البيلو صفر على اليسر، هو انه ملي كتكون راجع تما فين كدير الفيزا عليك كديرها في الدخلة ديال الباب، كتكون راجع كديرها في هاد البيلو هو كيبان صفر على اليسر ما في كدير صافي. ملي كتاخد الفيزا ديالك كتدخل عادي، بالنسبة للبوليس ديالهم راه هما هنا كتشوف معايا قدامهم ما على بالوش كيما كنقولو، قدر شقلي يجي يطلب منك 1000 وقيلي ياخد 20 درهم مغربية، إلا طلبها منك غير عطيها ليه حيت ما يتفكش معاك تا ياخدهم. أنا دابا ملي كتفوت هاد البلاصة هادي كتبقى هاوي على اليسار ديالك تاكل فيهم تاخد شي لعيبة، وهنا كتلقاني الخطافة كيما تلقى غادي نواكشوط كليك كنديك شي الكارفور الداخله، الكارفور الداخله شنو هي الروم بوان تما ديال الداخله، كاين واحد البلاصه الداخله في الطريق كتلقاها تما كيديك حتى تما. المهم صافي ملي كتوصل تما تلقى الكار جاي من نوادي بو غادي نواكشوط، او تقدر تشقى في سطيب باش موريطاني خارج من الحوض وغادي نواكشوط، ولا تما كدبر على راسو هو وزهرو وصافي. هذا مكان ديال كارفور الداخل كيما كيبان لك هذا الموك اللي زرق خرج راه زعما الحدود ديال المغرب، هاي بركة هنايا ديال الصحراء